خلونا نشوف خبر ثاني. يمكن من أكثر الأشياء اللي يعاني منها نسبة كبيرة من الأشخاص هي ضغط الدم والعلاجات الطويلة اللي تتطلب التزام فيها لفترة طويلة. ولفتتني تغريدة لطبيب يشارك تجربته بعد إيقاف أدوية الضغط لمدة 4 سنوات، ويؤكد أن العادات الصحية سبب رئيسي للتخلص من ضغط الدم. طبعا قد يكون إيقاف أدوية ضغط الدم خطوة جريئة، ولكن كيف ممكن نبدأ هذه الخطوة؟ راح ينضم لنا للحديث في الاستديو دكتور عبد الله خوجة، استشاري طب الأسرة والصحة العامة. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك، حياك الله. أهلين السلام، حياك الله. طبعا ضغط الدم أنا دائما أعاني صراحة، بعض الأحيان يجيني حالة كذا فيقولون لي مرتفع ضغطك أو شيء، ولكن ما قد أخذت حبوب، بس إذا نظمت نومي ونظمت أكلي وكذا ما تجيني هذه الحالات. فوش مدى صحة أنه أدوية الضغط بالعادة تكون لفترات مؤقتة؟ نعم، حياكم الله جميعا. أول حاجة خلنا نقول وش هو تعريف ضغط الدم. إذا قلنا ضغط الدم، أنت تقولي والله أنا جاتني ضغوط وصار ضغطي مرتفع، هذا أنا معايا ضغط دم؟ لا، لازم يكون فيه كرايتيريا أو معايير معينة علمية حتى نقدر نقول أنه هذا الشخص مع ضغط دم. مجرد أنه الضغط صار مرة واحدة مرتفع، أو يوم مرتفع، أو ذاك اليوم كان عندي ديدلاين وصرت مركز في عملي، أو عندي مشكلة اجتماعية وضغط ارتفع يومين ثلاثة وصل 140 145، أجي أقول لها يا دكتور أبغى أدوية؟ لا، ما هو صحيح. لازم يكون الضغط مشخص بطريقة علمية عند طبيب في أكثر من قراءة. جربنا بعض الحلول اللي زي ما ذكرتي، إنه واحد يجرب يغير نمط حياته. بعد ذلك إذا ما ضبطت الأمور هذه، قلنا البني آدم هذا عنده إيش؟ ضغط دم. هل يحتاج نبدأ أدوية ولا لا؟ يجي ذيك الساعة نجي نجلس مع المريض، نجي نشوف نقيم حالة المريض. تعال يا مريض، هل عندك مشاكل صحية أخرى؟ احتمالية الإصابة بمشاكل القلب؟ هل عندك عوامل خطورة أني لازم أبدأك على أدوية الضغط؟ أنا ممكن أبدأ أدوية الضغط مو عشان عندك ضغط، لا، عشان فوائد أخرى. تمام؟ بعد كذا أشوف وش الأشياء اللي مسبب الضغط. الضغط أحيانا يكون بس مجرد أنه أسباب سيكولوجية موجودة، أحيانا لا يكون أسباب عضوية، أحيانا أسباب خلاص ما هو معروف طبيا وش السبب أنه الشخص عنده ضغط. فإحنا نجم أن ننظر لهذه الأمور قبل ما نبدأ العلاج، بدأنا العلاج. وهذا هو السؤال، يعني الظاهر انك يعني ودك تاكدي عليه بناء على التغريدات اللي تصدر من بعض الزملاء بانه نوقف ادويه الضغط. هل نستطيع نوقف ادويه الضغط ولا لا؟ قبل امس جاني واحد من الزملاء، والده يتابع معايا وهو صار يتابع معايا. هذا جمال طب الاسره، فتعرف الاسره وتعرف عوامل خطوره وكذا والى اخره. فقال لي دكتور أنا ضغطي سلي فترة مرتفع وتأكدت أنه ضغطي مرتفع، لكن ترى عندي ضغوط، هل أبدأ أدوية أخاف أدمن عليها واستمر أني ماشي عليها؟ نعم. فكان ردي له، شوف يا أخي، دواء الضغط ابدأ الآن، تقدر توقفه في أي وقت بس بطريقة تدريجية بطريقة مدروسة، لكن الآن ضغطك سلي فترة طويلة مرتفع 150 يأثر عليك. حاولت أنك تغير نمط حياتك، حاولت تغير أشياء كثيرة، تأكدنا أنه ما في سبب عضوي، ابدأ دواء ضغط أفضل لك. طيب جاني مريض ثاني معه سكر ويقول لي يا دكتور أنا ما معايا ضغط، ضغطي ممتاز 130 125، ليش تعطيني دواء ضغط؟ أحيانا يجينا مرضى إحنا نعطيه دواء الضغط لأنه له فوائد أخرى. يعني مو شرط، أحيانا يجيني مريض ويوقف ضغطي يقول ضغطي ضغط. الفوائد الأخرى دكتور؟ مثلا في أدوية من أدوية الضغط تساعد على حماية القلب، تساعد على حماية الكلى، تقلل الزلال، تقوي عضلة القلب. دراسات أثبتت أنها تزيد تقلل احتمالية الإصابة بمشاكل الجلطات. فأنا من أشوف البني آدم هذا عنده عوامل خطورة، مثلا يدخن، تاريخه المرضي عنده أبوه جاله مثلا جلطة وعمره أقل من 60 سنة، سويت له أشعة للقلب ولقيت أنه والله في تكلسات في الشرايين التاجية وضغطه شوية مرتفع، أقول احتياط. مو احتياط، أفضل أنه يبدأ عليه. طيب يا دكتور متى أقدر أوقف الأدوية هذه وهل بستمر عليها طول حياتي؟ نجاوب جوابين. الجواب الأول، مو شرط أنك تكمل عليها طول حياتك، ومو شرط أنك إذا وقفت الدواء أنك لن تعود له. أنك ممكن توقف الدواء تقعد سنة سنتين، لكن بعد كم سنة ممكن تحتاج ترجع للدواء. طيب دكتور خلينا أيضا نتكلم عن العادات الغذائية واللي تساعد المصابين سواء بالضغط يعني المزمن بمرض الضغط يعني، أو أن زي ما تفضلت في حديثك قبل شوي اللي هو ممكن يكون مؤقت بسبب
أي عارض صحي. طيب الدراسات العلمية والجايد لاينز اللي هي الأدلة الإجرائية العلمية المبنية على البراهين، إيش معنى مبنية على البراهين؟ معناه إنه في بتوها أثبتت. نعم. تمام. وهذا أفضل حاجة من ناحية اقتصادية ومن ناحية صحية للمريض. هكذا تبنى الأدلة العلمية. فأنا لما يجيني مريض يقول ترى بناء الأدلة العلمية، معناها ترى ملايين الأشخاص درسوا الموضوع هذا، فهذه الخلاصة حقتهم. تمام. تقول لك إيش؟ إذا بدأ الشخص شخصناه أنه عنده ضغط وما عنده عوامل خطورة ولا فائدة من الأدوية الثانوية زي اللي ذكرت لكم إياها مثلا نعم. حماية القلب أو كذا، الأفضل أنه نبدأ نغير نمط الحياة. نمط الحياة يدخل فيه موضوع عدة مواضيع، منها تحسين جودة النوم. نعم. جوال جنب السرير زي ما ذكرتوا ما فيه، تمام، عشان جودة النوم. يتأكد أنه ما عنده شخير في الليل، ينام كويس، ينام 7 ساعات، يتعلم كيف يتجاوب مع الاسترس حق الحياة، كيف طريقة التنفس، التأمل، التوكل على الله سبحانه وتعالى في أموره، تفويض الصلاحيات لغيره، أخذ إجازات كل فترة وفترة، هذا نمط الحياة. تمام. الرياضة، الدراسات العلمية أثبتت الرياضة، وهذه مهمة جدا يعني الأخوة والأخوات الزميلة المشاهدين والمشاهدات، ترى الرياضة جدا مهمة لعدة أسباب. هل يكفي مثلا المشي دكتور؟ يعني تعرف مع ضغوطات الحياة بعض الأحيان مو الكل يقدر يروح جيم أو كذا. نعم. يعني مثلا يمشي يسوي، قول لنا وش الرياضات اللي ممكن نسويها بسهولة عشان الناس ما يستصعبون. وبرجع لك على سؤالك حق الأكل رجيله. بس خلينا نكمل الرياضة مدام دخلنا في الرياضة. الرياضة عندك عدة أنواع من الرياضة. أول حاجة اللي كانوا من زمان كلنا نتكلم فيها، خلنا نروح نجري. صح. شوف الإنجليز والأمريكان والكذا في الأفلام، جري. أوه الجري ممتاز. الجري 150 دقيقة أو تقريباً، يعني متوسط جري أو الركض أو الهرولة 150 دقيقة في الأسبوع، تنزل الضغط تقريباً من 5 إلى 10 قراءات تقريباً. تمام. هذا نوع، لكن مو كلنا نقدر نسوي، ولا دائماً الجو مناسب أو البيئة مناسبة. صحيح. المشي في السوق برضو، المشي العادي برضو يساعد، لكن في تمارين أفضل من هذه أثبتت علمياً أنها تساعد على تنزيل ضغط الدم وتحسين جودة الحياة حتى لكبار السن، اللي هي التمارين اللي تعتمد على تمارين الاستطالة، تمارين الفلكسبيليتي، يعني اللي يسووها مثلا على وزن الجسم، الاستريتشينج. اكزاكتلي. تمام. او التمارين اللي فيها تمارين مقاومه. مقاومه يعني صحيح. يجيني مريض يقول يا دكتور انا اشتريت سير وتلقى وزنه عالي. تمام. وانا شغال على السير يا دكتور. يا اخي ما يصلح لك السير، ركبك بتخرب. ايش اشتغل؟ اشتغل لي على جهاز مقاومه، منها تبني عضلات تحرق. تمام. اشتغلي على الغزالة، هذا اللي يسموه غزالة او الاليبتيكا وكذا الاوبتيكال. هذا مره مهم هذا التمرين. ليش؟ لانه فيه كارديو، فيه تمارين مقاومة، وفيه توازن. فهذه بالنسبة لي التمارين، كل التمارين على بعضها، كل واحدة من واحدة 5 5 5، هنا نزلت 15 من ضغطك. صحيح. ممكن ما تحتاج أدوية. طيب وش الشيء الثالث الرابع؟ احنا ذكرنا الرياضة، ذكرنا النوم، تدخين. نعم. تمام. إشكالية عندنا الشباب صاروا يدخنوا، يعني مستويات التدخين بدأت تزيد عندنا، والشيشة وإلى آخره. التدخين، التوقف عن التدخين، ورسالة للجميع إذا كنت مدخن حط لك خطة أنك توقف دخان، لأنه أثره مو بس على الضغط، حتى غير الضغط، أشياء ما لها أول ولا آخر. الشيء الخامس اللي هو الأكل. طيب الأكل هذا مهم جدا، يتعلق فيه عدد من الأمور. أول حاجة تقليل الملح. تمام. نعم. يعني حتى بعض الزملاء الطلاب عندي في الجامعة أقول لهم لو تبغى تسوي تداخل، عندك 10 مليون وعندك مدينة تبغى تقلل مشاكل الضغط فيها، إيش تسوي؟ يا دكتور نسوي فحوصات ميدانية للمرضى ونبدأ نعطيهم أدوية، هذه بتعدي 10 مليون. أفضل طريقة أنك تقلل الأكل على مستوى المجتمع. وهذه دول جربتها، قللوا الملح في الأكل المنتشر عندهم اللي هو مثلا خبز تدريجيا لين ما الذائقة تتعود. ليش أنا أقول الكلام هذا للزملاء هنا والمشاهدين؟ أنت في بيتك، أنا أبوي كذا كان يسوي معنا وإحنا صغار، شوية شوية يقللوا الملح، شوية شوية يقلل الزيت في الأكل. تمام. الضغط بتحسن، جودة الحياة تتحسن، احتمالية الإصابة بمشاكل القلب تتحسن. إيش غير الملح؟ الأكل اللي فيه البوتاسيوم. البوتاسيوم موجود فين؟ نلقاه فين؟ في الموز، نلقاه في التمر، نلقاه في الأفوكادو، نلقاه في الأكل الصحي هذا. خلينا ناكل بوتاسيوم، البوتاسيوم يضبط الملح والصوديوم ويخلي البني آدم شوية يرتاح. تمام. إيش كمان الأكل الثاني؟ في حاجة يسموها الداش، مو داش كام، داش فود. داش فود هذا الأكل المضاد للضغط اللي هو الأكل الشرق أوسطي، يعني التبولة بس بدون ملح، ما تحطوا تكبوا ملح، لا حطوا إيش، ليمون. أكل خضار، فواكه، لحوم ما هي حمراء،
تكون بشكل متوازن، تقلل الدهون، وجد أنها تنزل الضغط من 10 إلى 15. طيب هذه الأمور كلها إذا جمعناها مع بعض، طبعا مع تنزيل الوزن، تمام، هذا مهم جدا. فإحنا ذكرنا نمط الحياة، رياضة، دخان، نوم كويس، تقليل ضغوط. ليش ذكرت نوم كويس؟ لأنه أحيانا كثير ترى عندنا بالذات مع انتشار السمنة في عندنا في الشرق أو في الخليج، يجيني ناس ضغطهم مرتفع، لكن مجرد أنه نبدأ على أدوية السمنة، وكثير عندي في هذا يخف الضغط، يوقف الأدوية، تمام. متى نوقف الأدوية؟ نتكلم عنها ممكن بشكل سريع. فهذه مهمة جدا إذا أنت شخصت بالضغط، أنك تبدأ تشتغل عليها. عليها صحيح. ولو بديناك على أدوية الضغط برضو اشتغل عليها، لأنه داون ذا رود يعني بعد كم شهر سنة يمكن ممكن نوقف الأدوية حقت الضغط هذه، تمام. لكن كيف نوقفها؟ عشان بس ما حد يوقف كذا فجأة. بالالتزام. بالالتزام وتدريجيا، وبرضه حتى لو وقفت يعني مثلا الدكتور، اكيد الدكتور اللي سوى التويته هذه اكيد يشيك على ضغطه كل فتره وفتره، لانه ممكن لا سمح الله يرتفع الضغط. والضغط هذه يمكن مهمه جدا، الزملاء والمشاهدين تحطوها ببالهم، الضغط ليس له اعراض. صح. ايش يسموه؟ الصامت. القاتل الصامت. نعم. القاتل الصامت. نعم. صحيح. مو انا اوقف الدواء واقعد انام، أوه أنا ممتاز ضغطي يسلي شهر كويس، لازم تشيك. صحيح. شيك كل فترة وفترة. نعم. يركب جهاز عنده في البيت. أكيد. والأجهزة صارت سهلة جدا. صحيح. يعني سهلة الاستخدام والإلكترونية. يعطيك ألف عافية دكتور، وإن شاء الله الله يشفي الجميع والكل يكون بخير.